كما أجرت مفادة التلفزيون المصري إيمان منصور لقاء خاصا مع رئيس وزراء كرواتيا أندريا بلينكوفيتش، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. كوب 27 وعدد كبير من المسؤولين الدوليين يتواجدون هنا في هذه القمة بحثاً عن حلول جذرية لمعالجة آثار التغيرات المناخية. معي الآن معالي رئيس وزراء كرواتيا السيد أندري بلينكوفيتش. Your Excellency أندري بلينكوفيتش، معالي رئيس وزراء كرواتيا السيد أندري بلينكوفيتش، سعيدة بأكونك معنا هنا على شاشة التلفزيون المصرية. ماذا عن انطباعكم عن مؤتمر المناخ 27 والمناقشات التي تدور فيها؟ أولاً شكراً لتحت الفرصة أن أكون ضيفاً على برنامجكم وأن أعبر عن تقديري وأيضاً امتناني الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضاً معالي رئيس الوزراء مدبول الذي التقيت معه، وأيضاً فيما يتعلق بخدمات استضافة كوب 27، وأيضاً فيما يتعلق بتقليل وتقليل الاحتباس الحراري، وأن تكون هناك إجراءات متكاملة ومتعاونة. بالطبع أنها نقطة مهمة جدا في جدول أعمال العالم وخاصة من الأمم المتحدة، وما تم مناقشته في الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي. أعتقد أن المناقشات هي بدأت بالفعل، وأن خبراءنا سيظلون هنا سيعملون على مدار هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وللتوصل إلى ما يقال عليه اتفاق نهائي أو اتفاق نهائي. ويمكن أن أقول أن هناك بعد الالتزامات التي قررها الاتحاد الأوروبي وما قررناه في السنة الماضية، هناك خطوات يتم الاستمرار عليها وربط ما تم فيه من التنمية لأيضا تقليل انبعاثات الغاز، ولهذا هناك مبادرات. لهذا عقدت قمة لتكون تحت شعار معا من أجل التنفيذ، لذا هذا هو أمرية مؤتمر المناخ هنا للتنفيذ. أعتقد هذا الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس أيضا والأمين العام للأمم المتحدة وأيضا مفوضية الاتحاد الأوروبي كانت واضحة رسالة بأن هناك التزام، أن هناك لحظة مهمة وحاسمة التي حدثت على مدار السنوات. نحن نحتاج إلى أن نكون هنا في العالم والاتحاد الأوروبي وكل الأمم أن تعمل حسب ريادة القيادة الخاصة بها، أن تكون هناك نقطة حاسمة، أن نفهم ماذا نقدم ومن مسؤول عما نقدم، أن هناك مشروعات جديدة أيضا، هناك أيضا فيما يتعلق بالجوار من الحكومات الإيطالية وأيضا أي المناطق الغير حكومية، لأن نأتي جميعا بكل الأطراف والقطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والبنى التحتية حتى يمكننا حتى يكون لدينا مصادر أخرى للطاقة التي لم يتم استخدامها حتى الآن. وأعتقد أن هناك كثير من الإجراءات والتي يمكن استخدامها في الطاقة المتجددة. ربما نحن هنا في بلادنا لدينا أكثر من المعدلات الأوروبية، ولكن لابد أن نستثمر في الطاقة المتجددة. كيف ترى الجهود العالمية فيما يتعلق بالتحول الأخضر؟ أعتقد التوجه موجود وقد لا شك في ذلك، وتقول أن هناك 1% من الدول الأغنية تنتج انبعاثات أكثر من غيرها من الدول، وربما أيضا أو كتكلم عن أيضا عن الدول الفقيرة. في هذا السياق أنهم مسؤولة عن تكون مسؤولة كبيرة تقع على عاتقهم لأن نبذل المزيد. أيضا لا بد أن نتجاهل أحد حتى يقدم مساهمات في هذا الحل، لأنه مجهود عالمي. لا نقول هناك دولة تؤدي بشكل جيد وأخرى لا، لا بد أن نقول أن نحن هذه النتيجة لن تكون إيجابية. رئيس وزراء كرواتيا السيد أندري بلينكوفيتش لوجودك معنا، شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتي.